ورجعنا لحضراتكم. ازاي نعمل فراخ مشويه؟ الاسئله كتير ونتساءل كتير وما زالت في اسئله. الفراخ المشوي بتتعمل ازاي يا عم الشيف؟ احنا واخدين فكره عن الفراخ، بتجيب فرخه سليمه بنقطعها 4 ارباع 8 ارباع 12 ربع، انتوا ايدك الحلوه وكرمك، ولكن بنتبلها بميه بصل بعصير طماطم، ودي مدرسه شرقيه ومدرسه من المطبخ الشرقي لطيفه وحلوه ولها كل الاحترام. ولكن تعالوا نعمل صدور فراخ مشويه بالمستردة. المقادير على الشاشه، معايا صدور فراخ بسم الله ما شاء الله، صدر ديك روم كبير، ومعانا مستردة ومعانا زبده ومعانا شويه زيتون وشويه سبانخ، ما ننساش طبعا التوابل بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر مع زيت زيتون وتوم، ده اساسي معانا. المقادير على الشاشه لا تتعدى اصابع اليد العشرة، بساطه سهوله مرونه. هناخد الفراخ الحلوه دي كده، وتعالي يا ست الكل، الله، ده يكفي العيله والجيران والحبايب والقرايب، صدقني انت بس سمي بسم الله. هناخد كده الصدر الحلو ده كده، واخد الموزه الحلوه اللي تحت منه، حافظي عليها تطلع سليمه، دي ما يعني دي ما ينفعش يتلعب فيها خالص، اهي اهي، ولا تتقطع ولا حاجه. واقول لك على فكره حلوه تقولها لجيرانك وحبايبك وقرايبك واصحابك في الشغل، الموز بتاعه الصدور دي جمعيها وتعالي في يوم كده اعملها فرايد تشيكن، يعني اليها يبقى كريسبي، تاكلي صوابعك وراها. حلو، هناخد الصدر ده كده بالشكل ده كده، دي شريحه ودي كمان شريحه، حلو، الله، ودي شريحه هنفرتها كده تكبر في ايدينا، سبحان الله. شفت ازاي؟ اعلمك ازاي الشريحه تكبر في ايدك. حلو، شفت كبرت ازاي؟ ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ناخدها زي ما هي كده ونحطها هنا. نيجي للصدر اللي بعده، نفس القصه. سكينتك حاميه اهم حاجه، وما تعوريش ايدك. وربك بيبارك. حلو، دي شريحه، الشريحة التانية اهي تطلع بالسكينة كده. دي لو هنعملها اسكالوب يا غالي. بيقول لي فين المدقة بتاعت اللحم؟ طبعا هو الراجل عارف فين مدقة والواحد يمسك يدق اللحمة، لا خالص، ده مشوي غير ان احنا نعمله اسكالوب. نعمله اسكالوب بنجيب كيس بلاستيك، ما انصحكيش انك انت تفردي اللحم او صدور الفراخ او اي فليه مباشرة من المدقة على اللحم، لازم تحط كيس بلاستيك عشان نفصل الأنسجة بتاعت اللحمة من المعدن اللي احنا بندق بيه او بالمدقة الخشب. شفت ازاي الشريحة؟ زي الفل، الفراخ هنا زي الفل معانا، تمام، اتقطعت بالشكل ده كده. هنعمل فليفر كده لطيف دلوقتي مع بعض، نتبل بيه الفراخ دي كده واحنا واقفين بنتسلى. بولة اساسي فيها المستردة والثوم والبصل، نشوف نعملها مع بعض ازاي. الكلام ده ينفع مع فراخ صدور وفراخ سليمة؟ ينفع. دي مستردة، اكتر منها، ما اكدبش عليك المستردة فيها سنة مرار، بس بما ان المستردة معانا خلينا نشرح الموضوع ده، مهم جدا على فكرة. معجون المستردة ناتج عن حبوب الخردل، حبوب الخردل دي شبيهة لحبوب الكنوة او حبوب الفلفل الاسود الصغيرة، في منها بيبقى الوان موجودة. حبوب الخردل دي بتتصنع ويطلع منها المستردة، ممكن تعملها في البيت زي ما بنعمل من السمسم كده الطحينة، أو بنعمل من بذور الكتان وهكذا. بتطلع المستردة اللطيفة دي تشكلها زي ما أنت عايزة، حطيت لها مايونيز بقى مايونيز بالمستردة. بقت حبوب الخردل بس صحيحة، بتبقى التست بتاعها عالي جدا وما نكترش منها لأنها فيها سنة مرار. طب نكسر سنة المرار دي بقى يا عم الشيف بالكريمة اللباني والزبدة. الكريمة اللباني والزبدة، ده توم طازه. المرار بتاع المستردة وربنا يكفينا شر المرار، بنكسره ونتجاهله بايه يا عم الشيف؟ بالزبده والكريمه اللباني. دي ثوم ومستردة وبصله ناعمه، سنه شبت صغيره، شويه ريحان حلوين زي الفل. البهارات هنا محدوده ما بين فلفل وملح وبابريكا، لا هنحط لا كمون ولا كزبره،
خالص. المستردة سبحان الله لا تحب الكمون ولا الكزبرة عشان شخصيتها قوية وطعمها يبقى ظاهر. نعم يا غالي. عينيا بيقول لي اللي في الفرن. شفت المخرج لما يركز مع الشيف شغال ازاي؟ زعتر ده مهم جدا. زيت زيتون هو البطل في التتبيله دي كلها. ناخد التتبيله الحلوه دي كده يا عم الشيف. والله انت ابن حلال مركز معايا. بيقول لي ما حطيتش ملح. انا بيعجبني التركيز واللي هو ايه في مضمون الموضوع. فعلا ما حطيتش ملح. ونقلب. شفت الخلطه دي؟ الخلطه دي هنعمل منها يا عم الشيف دلوقتي؟ هنتبل الفراخ الحلوه. اقول تاني عملت الخلطه دي ازاي لمن يتساءل دلوقتي. تاني مستردة، توم ناعم، بصل ناعم، ريحان اخضر او بقدونس، قليل من الشبت، قليل جدا باطراف ايدك كده، تومه ناعمه حطينا، وحطينا زيت زيتون والملح والفلفل والبابريكا. اداني المعجون ده. ناخد المعجون ده كده نسقطه على الفراخ. اوعى تحط كمون ولا كزبره من فضلك. خلي شويه دول عايزينهم. هقول لك عايزهم ليه دلوقتي حالا. نمسك التتبيله دي كده الفراخ كده. الله، ممكن تتبليها قبل ما تروح الشغل الصبح. ترجعي من الشغل تحطها على الشوايه على طول. تاخدش مني 5 دقايق وعملت فراخ مشويه بطعم المستردة. خلي بالك. تتبيله لطيفه. شويه الخضار اللي كانوا معانا من شويه المخرج عايز يعرف هنعمل بهم ايه حالا. معانا سبانخ يا راجل يا طيب. هناخد السبانخ الحلوه دي كده نحطها على الخلطه دي. يا دلعك يا شيف. سبانخ يعني مستودع من الحديد والمعادن، صيدليه. السبانخ دي هنقدمها برزنتيشن مع الفراخ المشويه بدل الخضار السوتيه. بدل ما احنا عاملين ايه بيتزا بالخضار، فانا اخترت السبانخ تكون مصدر للمعادن والحديد والقيمه الغذائيه وعلاج الانيميا، والاولاد اللي مش بيحبوا السبانخ مع الفراخ المشويه ياكلوها. حطيتها في التتبيله دي كده يا عم الشيف عشان نشوف نقدمها ازاي في الاخر مع فراخ مشويه. ادي الموضوع، وادي المزمبلاص، وادي التحضير بتاع الطبق المميز، سواء كفته، تشوي حاجه على العيد البوتاجاز غير انك تشوي على الفحم، ده مطلوب مننا. لازم تكون الجريله اللي بتشوي عليها او الطاسه تكون من معدن سميك، يفضل حديد الزهر. في طبعا درسنا في الثانويه العامه الحديد المطاوع والحديد الزهر، الحديد الذي يتمدد بالحراره وينكمش بالبروده، مش عارف يعني نسيت الموضوع. ولكن تبقى حديد نوعيه من الزهر، لان الزهر بيحتفظ بدرجه الحراره اكبر وقت ممكن. دي حاجه. الحاجه الثانيه هتعرفيه من تقله. طب ما فيش زهر، يبقى نوع حديد ثاني، ما فيش اي مشكله، بس تكون سميكه. ما ينفعش اشوي في طاسه تكون رفيعه. انا مش بشوي سمك بولتي مشوي رده، يشوي على الصاجه بتاع صفيحه السمنه بتاعه زمان، كانت الحاجه تفتحها كده وتحطها على عين البوتاجاز واحلى سمك مشوي رده يطلع من عليها. والكلام ده موجود لغايه دلوقتي في الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. معانا الطاسه هنا شديده الحراره، معدن قوي، هنشوي الفراخ مع بعض، معلقتين من زيت الزيتون في قلب الطاسه، وجبنه الخلاصه. ويفضل ان الطاسه تكون مضلعه. يعني ايه مضلعه؟ يعني مخططه، يعني مخططه يعني بالشكل ده كده. هتدي شكل حلو للايه؟ للفراخ. شويه الزيت دول انا مش عايزهم، مصيرهم فين بقى؟ حد يقول لي. الزيت ده انا مش عايزه، مصيره فين وانت واقفه في المطبخ كده وعندك فراسه وعندك تلقائيه وعندك ابداع؟ فين 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 فين؟ هو ده على السبانخ. ناخد الطاسه تانيه هنا كده ونرجع الفراخ. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ الله يرضى عليك. الله، بسم الله ما شاء الله. صدر الفراخ اتحول لايه؟ كميه. الا الموزه دي انا معلمها. حبتين موزه دي نخليها بعد شويه. حلو. في حله كده جانبيه
هو ده مضايقاك انا عارف. ها اخليها لك هنا حبيبي يا ام السهل. نولع العين دي بصراحه. عايز اشوي السبانخ. يا ريت طلعني فاصل. الله يرضى عليك. البوتاجاز وقف. يلا. طب الفراخ دلوقتي بالشكل ده بنحط معلقه زيت صغيره بالشكل ده كده اهو. حلو. ونقلبها واحنا واقفين مع بعض. ده مهم جدا على فكره. وارد وانت شغاله يا بوبه البوتاجاز الغاز يخلص منك وانت شغال، كهرباء قطعت، بس ايا كان هتتصرفي ازاي؟ هتخليها على النار كده اهو. خلي بالك وما تقلبهاش كتير طالما انت مش حطاها لسه، بس انا طبعا هقلبها عشان حطيتها من بدري. الفراخ بتستوي على البوتاجاز. نصيحه مني، لازم تكون درجه الحراره عاليه جدا. الفراخ بالذات الانسجه بتاعتها ما بتتحملش درجه الحراره غير لما تكون شديده، وبعدين نسيبها تستوي علشان ما تاخدش وقت كبير تقوم تنشف مننا، يبقى الفراخ فيها طعم بالشكل ده. شايفين ازاي استوت الفراخ؟ بسم الله ما شاء الله. لان انا عايز استخدم الطاسه دي كمان في شويه بهريس كده او شويه صوص حلوين عشان طعم المستردة، وتسيبها على النار. معايا طاسه تانيه. ايه الاخبار؟ زي الفل. معانا سبانخ متبلينها بنفس التتبيله، بحطها هنا كده. سمعيني صوتك يا حلوه. حديد حديد. تمام. بحطها هنا كده. السبانخ دي هقدمها مع الفراخ المشويه، ده الطبيعي. ممكن تقدمي خضار سوتيه، ممكن تقدمي بطاطس بوريه. انا حابب السبانخ، خدت من طعم الفراخ، واخده التومه، واخده زيت الزيتون. لا ما ينفعش. معانا مخرج شاطر عايز ينافسنا، بيقول لي ما تحطش عصير ليمون. الليمون لو حطيناه على السبانخ او الهندبه وهي خضرة على النار بقدرة قادر هتسود. لا يتفقان فيتامين سي او عصير الحامض مع الحديد على النار. سبحان الله، هتلاقي الحديد اسود. شفت الحديد ده بضخامته بجبروته بقوته كحديد، مع الحامض بتاعنا لو عصرناه هتسود السبانخ. طب نحافظ على خضرها وجمالها ازاي؟ نعصر الليمون او الحامض على السبانخ او اي خضرة ان كانت، سواء هندبة اللي هو السريس، بعد ما تبرد نجيب طبق التقديم. نعم حاضر، والله ما نسيها. حد ينسى مستقبله؟ يقول لي السبانخ اخبارها ايه، قصدي البيتزا اخبارها ايه. خلينا في السبانخ الاول، نحطها لك كده تشوفها. شفت السبانخ وحلاوتها بقى؟ ما تاخدش وقت كبير على فكره. شفت الحلاوه دي؟ مش كل يوم نحط بطاطس وجزر وبروكلي. غيري منظومة الخضار السوتيه مع المشويات، سواء فراخ أو ستيك مشوي، لحمة مشوية، زي ما أنت عايزها. أخبار الفراخ إيه؟ لا بقى أيوه كده بقى، طلعي لي صوت كده بقى. هو ده أهو أهو. أنت عارفين أنا بحب أشتغل على نار شديدة. هو ده أهو. إيه الحلاوة دي؟ لسه عايزة شوية كمان. دي عدلها شويه مكرونه اسباجيتي بالوايت صوص، وقلب الصغير لا يتحمل. عدلها رز بسمتي ابيض من غير اي فليفر او توابل، وقلب الصغير لا يتحمل. عينيا اهي يا فندم. حاضر. لا انا عايزك تبص عليها وهي في الفرن وتصلي على الحبيب وتدلعها لي بالله عليك، تستاهل الدلع. بيتزا بالخضار، مقاديرها بسيطه وسهله في متناول الجميع، صوره حلوه تتحدث عن نفسها. فراخ مشويه بالسبانخ من مدرسة المغازي، تركاية لطيفة لاستخدام المستردة، العصير اللي بيهديه لكل الأطفال اللي بيذاكروا واللي بيروحوا المدارس، ربنا يوفقكم يا رب. ده طبعًا أوميجا 3 قيمته الغذائية عالية جدًا، والموز بوتاسيوم ومعادن. رؤية فن إبداع، بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.